السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. اليوم جيت نقدم لكم دجاج في الفران بالشعرية الصينية، خفيف وسهل وبطريقة مبسطة، وكيوجد في أقرب وقت. دابا ندوزو مقادير وطريقة، وبسم الله دابا ندوزو لطريقة ديال التحضير. غادي نبداو، عندنا واحد جوج ثلاثة الفصول ديال الثومه نكونو حكيناهم، وعندنا واحد معلقه اولا جوج معالق ديال الخردل لا موطارد، كتبقى على حساب كميه الدجاج اللي عندنا. غادي نديرو ملحه، الابزار، خرقوم، كيكون الخرقوم قليل، سكنجبير اللي كنضاعفوا الكميه ديالو على الخرقوم، سكنجبير وتحميره. وهنا غادي نضيفوا واحد شويه ديال الماء باش نخلطوا هاد العناصر ديالنا، ندمج لينا مزيان. غادي نضيف طريفات ديال الدجاج ديالنا، وردوا بالكم لا تكونوا رقدتوه بزاف في الملحه، غادي تنقصوا الملحه في هاد المرحله هادي. صافي دابا هنا غادي نخلط حتى يدخل لينا رقم مزيان مع الدجاج ديالنا. بغيتو تخليوها واحد شويه في الرقامه حتى تشرب مزيان، وانا دابا غادي نديرو دابا يطيب، غادي نحطوه في واحد الكوكوط يطيب واحد 20 حتى لنص ساعه، 20 دقيقه اولا 30 دقيقه بهالطريقه هذه. صافي هنا نسيت ما ضفتش واحد شويه ديال الحار، كتبقى على حساب الرغبه، وتقدروا تستغناو عليه ما ديروهش. صافي غادي نخلطو مزيان مع الدجاج، وغادي نطيبو مباشره في واحد الكوكوط. بهاد الطريقة هادي غادي ناخد الدجاج ديالنا وغادي نصبو في الكوكوط. بهاد الطريقة غادي نخويه بهاديك الماء، غادي يطيب على المهل بهاد شوية الماء اللي خلطنا به القامة ديالنا. ما تنساوش هاد الماء غادي يطيب فيه، وفي نفس الوقت هو اللي غادي تشرب لينا الشعريه الصينيه ديالنا. صافي دابا هنا غادي ندوز نزيد عليه واحد بصله صغار، جوج بصلات صغار اولا وحده كبيره اللي نكونوا شلدناها مزيان طريفات صغار. بهذه الطريقه هذه غادي نزيدو بصله، تقدروا ديروها من التحت اولا من الفوق، وغادي نخلطو البصله مزيان. وغادي نضيفو الزيت، نقدروا نديرو الزيت الروميه مخلطه مع الزيت البلديه، واحد شويه ديال الزبده. انا اكتفيت غير بالزيت البلديه. ما تنساوش راه غادي تطلق الماء هاد البصله والدجاج غادي يطيب فيه، الا كانوا طريفات صغار غادي تاخذنا غير 20 دقيقه،
اما الا كانوا طرافي كبار واحد نص ساعه ما غاديش نفوتوها في الطياب. وهاد الوجبه راه سهله وبنينه كتجي في المذاق. صافي هنا غادي نسدو عليها وغادي نخليوها طيب واحد 20 دقيقه وندوزو نوجدو الشعريه ديالنا. هنا غادي ناخدو الشعريه الصينيه ديالنا ديال الرز. انا كندير هادي وغادي ندوزو نديروها في الماء طايب. صافي غادي نخليوها واحد 10 دقائق حتى تطلق لينا مزيان وندوزو نصفيوها ونقطعوها. صافي هنا من بعد ما صفينا الشعرية الصينية ديالنا غادي ندوزو نقطعوها طريفات صغار. نقدروا نقطعوها هكا بالمقص اولا نحطوها فوق القرادة ونقردوها بالموس. صافي بهذه الطريقه هذه غادي نكون وجدت الشعريه ديالنا وغادي ندوز نكمل الدجاج. وصافي هنايا من بعد ما طاب لينا الدجاج غادي نحيدوه ونحطوه شي طبسيل وغادي نخليو هذيك المريقه ديالنا بوحدها باش نديرو فيها الشعريه الصينيه ديالنا. غادي نخليو لاصوص ديالنا هكذا الدجاج دو كوتي وغادي ناخدو الشعريه الصينيه ديالنا وغادي نديروها في المريقه. بالطريقه هذه غادي نخلطوها مزيان حتى تشرب لينا المريقه. وغادي نزيدو واحد شويه ديال القزبر معنوس والزيتون مقطع وندوقو. الا كان خاصها شويه ديال اللقامه نزيدو المليحه البزار او التحميره على حسب اللون والخرقوم. دابا غادي نزيد شويه ديال القزبر معنوس هنا. غادي نزيد زيتون مقطع هكا. انا هنا لقيتها ناقصه شويه في الملحه غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار شويه ديال الخرقوم. شوية ديال التحميرة كتبقى على حساب الرغبة والمذاق اللي بغيتو. صافي وهنايا غادي نحرك مزيان ونخليها تشحر ليا. راه دغيا كتشرب ديك المريقة ديال الدجاج تشرب ليا حتى لقامة اللي زدت ليها. وها الشعرية واجدة. كيفاش كتجي معلكة شاربه لنا هذيك اللقامه والمرقه ديال الدجاج. دابا هنا ها هي وجدت لنا. غادي ندوزو نخويوها في واحد الاناء ديال الزجاج اللي كيدخل لينا الفران. انا عندي هذا غادي نديرو فيه الشعريه ديالنا. سمحوا لي. صافي غادي نخوي فيه الشعريه الصينيه ديالنا ونحطو فوق منه الدجاج اللي طيبنا وندخلوه للفران. هنا بهذه الطريقه. صافي غادي نسرحو الشعريه ديالنا ونحطو فوق منها طريفات الدجاج.
تقدروا تدهنوا هاد الطريفات بشويه الزبده او الزبده والهريسه باش كيجي فيهم واحد اللون ذهبي. انا خليتهم على هاد المريقه ديالهم وغادي ندخلهم الفران بهذه الطريقه. غادي ندخلهم الفران ونرجع نوريكم الطبق النهائي كيفاش كيجي. وها هو الطبق ديالنا من بعد ما تحمر لينا في الفران، كيجي بهذه الطريقه. نتمنى تجربوه وبصحه وراحه، وما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم وتبارطاجيو مع الحباب والصحاب.